حاجه حلوه قوي. حلوه السمكه دي. الله ينور يا محمد. عندنا سمكه سليمه دي كانت جات لي هديه من البحر الاحمر، واحد جابها لي من شرم فما استخسرتهاش فيكم بصراحه، قلت لازم اجيبها لكم. سمكه همور، سمكه شعور، سمكه قشر بياض، سمكه عروس، سمكه اي نوع سمكه تعجبكم. اي شوف انا ما بقولش سمكه معينه، اي نوع سمكه تعجبكم. عندنا سمكايه سليمه وجزرايه مفرومه، وكمان عندنا ثلاث سمرات بصل اخضر ومعلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم ونص حزمه كزبره، وكمان عندنا معلقه كبيره، معلقه كبيره من الزعتر والملح والفلفل والبصل الباودر والثوم الباودر والبابريكا والكركم. خلي بالكم ما قلتش يعني كل شويه، يعني مثلا بطرف المعلقه كده كركم، بطرف المعلقه ثوم باودر، بطرف المعلقه، يجمع معايا كله مع بعضه معلقه كبيره. وهنقدمه مع الرز الفرايد اللي هو الرز المقلي، مش مقلي طبعا زي ما انتوا متخيلين، لكن هيبقى بشكل المقلي اللي هو الصيني، هيبقى بالبروكلي والبيض وبلح البحر اللي اتكلم عنه الدكتور وعن فوائده. تعالوا مع بعض نقول المقادير تاني. عندي سمكايه وعندي جزرايه وثلاث بصلات خضر ومعلقتين جنزبيل اخضر ونص حزمه كزبره متقطعه كبير، وكمان معلقه كبيره من الزعتر والملح والفلفل والبصل الباودر والثوم الباودر والكركم والبابريكا. وهنقدمه مع الرز المقلي. الرز المقلي مكوناته رز وبروكلي وبيض وبلح البحر، ويلا بينا نشتغل نعمل الرز الابيض او الرز الاول اللي هناخد منه الرز المقلي عشان ده هياخد وقت شويه. هنجيب ميه سخنه، وانا عندي الرز كان منقوع لسه مصفيه اهو، رز بسمتي 3 كوبايات والميه السخنه. واتفضل يا دكتور. زي ما احنا قلنا يا فندم ان عندنا العدد الكبير اللي موجود بتاع مرضى التهابات المفاصل والعظام، لازم اللي احنا نتكلم اهم حاجه ازاي اللي احنا نقي نفسنا من عدم امتصاص الكالسيوم في الاكل. احنا قلنا في اول الحلقه النهارده عن حاجه مهمه جدا، اللي انت دايما ما تحطش الكالسيوم مع الحديد. اشهر حاجه قلنا عليها هي العسل الاسود مع الطحينه، ممنوع منعا باتا للمرضى اللي عاوزين يتعالجوا من الانيميا، لان الحديد ما بيمتصش من العسل، وممنوع برضه للمرضى اللي عندهم ضعف في العظام لان الكالسيوم بتاع الطحينه ما بيمتصش برضه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تخلطش الرده او العيش السن او التوست مع الاكلات اللي فيها كالسيوم. يعني مثلا ما تاكلش رده مثلا باللبن، ما تاكلش الرده مثلا او العيش التوست بالزبادي، ده بيمنع برضه امتصاص الكالسيوم. ده رقم اتنين. رقم ثلاثه، لو عندك التهابات في الجهاز الهضمي صلحها، لان ما ذكر مؤخرا او اتنشر في الابحاث ان التهابات الجهاز الهضمي بتمنع كمان امتصاص فيتامين دي من الاكلات. احنا عندنا حضرتك النهارده مرتب لنا الدنيا، حاطط لنا مصادر غنيه جدا بالكالسيوم. معلش اسمحك يا دكتور، بس في ثلاث معالق صويا صوص احنا ما قلناهمش في الوصف. ثلاث معالق من الصويا صوص، اتفضل يا دكتور. في مصادر الكالسيوم حضرتك متعدده هنا في اكله النهارده. في الاكله اللي فاتت حضرتك حطيت لينا الجبنه، حطيت لينا البروكلي، حطيت لينا المشروم، كل دي مصادر للكالسيوم ومصادر كمان لفيتامين دي كمان مع الزبادي. الوصفه رقم اثنين هي وجود السمك عندنا كحاجه اساسيه في اكلتنا. دايما السمك هو المصدر الصحي الاول على وجه الارض للكالسيوم مع فيتامين د. دايما بفضل استخدام الكالسيوم بانتظام للمرضى اللي عندهم مشاكل في العظام. عشان حاجه ثانيه كمان، السمك اللحم بتاعه اللحم الابيض اشيف، مش اللي هو اللحم الاحمر اللي هو بيزود من انتاج الاملاح بتاعه اليوريك اسيد وبيزود الطين بله للمرضى النقرس. فاي حد عنده نقرس بننصحه ابعد عن اللحوم الحمراء، ودايما اهتم باللحوم البيضاء زي السمك، زي السمك والارانب والفراخ زي السمان اللي جبناه الاسبوع اللي فات، اللي احنا عملناه في الحلقه بتاعه الاسبوع اللي فات حضرتك، كل دي بنسميها اللحوم البيضاء. نعم. كمان انت في حاجه حضرتك حطيتها لينا النهارده هي الجزر. الجزر بس مش بيقوي النظر، الجزر بيقوي النظر والمفاصل لانه بيعيد بناء الغضروف ايضا. الماده الفعاله بتاعته البيتا كاروتين اللي بتدي له اللون المميز الجميل ده، دي ايضا بتساعد كتير جدا في بناء الغضروف، يكون غضروف قوي سليم. احنا قلنا من اساسيات حلقه النهارده، حلقه النهارده بتسمى مفصل قوي ومنعا باتا ان شاء الله لحدوث التهاب او خشونه المفاصل. عشان ده يحدث لازم تكون العظمه قويه مصادر الكالسيوم، لازم تكون العضله قويه، اللحوم واللحوم اللي هي البيضة والبيض وكل ما بيزود من انتاج العضلات. العصب يكون قوي مصادر فيتامين ب12. لازم كمان يكون عندنا ال 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 الغضروف يكون قوي، ونمنع تسريب لا قدر الله الاملاح
على المفاصل. جميل.